واحد بالنسبة له. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، في الرواية الأخرى خير لك من حمر النعم. هذا الدين الذي جاء بوصف المحبة، ولهذا لما كان سيدنا محمد هو مظهر هذه المحبة في الوجود يبكي. ما يبكيك يا رسول الله؟ اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. يبيت على أطراف قدميه وهو يتوجه إلى الله في طلب الهداية له، يشفق عليه الله، يقول له فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يا حبيبي أنت ستهلك نفسك من أسفك عليهم، على من؟ على قوم ضربوه وهو من؟ أدموه وهو من؟ شردوه وهو من؟ أجاعوه وهو من؟ رموه بالحجارة حتى سال الدم من عقبيه الشريفتين وهو من؟ ضربوه بالسيف، ضربوه بالرمح حتى دخلت حلق المغفر في وجنتيه الشريفتين، كسروا رباعيته وهو من؟ هذا الذي نظر إلى عمه حمزة، عمه وأخوه من الرضاع وناصره، أسد الله وأسد رسوله، فرآه وهو مجندلا في دمه وقد فقئت عيناه وجدع أنفه وقطعت أذناه وشقت بطنه وليكت كبده. ثم ما تمر سنوات قليلة إلا وهو يمد يده بالبيعة لمن؟ للتي لاكت كبده. أكثر من هذا، ما شعرت به من أريحية سيدنا محمد، من الرحمة المتجسدة في القالب الإنساني هذا، وصلت إلى حد من الأريحية، شعرت أن هذه رحمة، خلاص اطمأنت، رفضت أن تبايع بكمال النص الوارد في القرآن، لأنها شعرت أنها عربية حرة لا يخطر ببالها الزنا، فكيف تبايع على أنها لا تأتي بين أرجلها ابن زنا هكذا ينسب إلى غير أبي؟ عاهدت على أن لا تشرك بالله شيء، بقية أمور العهد البيعة. لما جاءت عند هذا أو تزني الحرة يا رسول الله؟ الوارد أصلا لا يمكن أن أفعل شيء زي هذا، فقبل منها النبي. يعني في الوضع الطبيعي الحمد لله ما قتلك، أنت ارتكبتي جريمة ما مثلها جريمة، فأنت يعني خلاص بايعي وانت ساكتة وامشي. قالت لا، الذي رأيته في ذلكم الوجه أنتم لا تعرفونه، ولو كنت رأيته على هذا الحال بهذا المشهد النوراني ما كنت قاتلته ولا عاديته. رأيت رحمة الله قد تجسدت في الوجود، مظهر الرحمة الإلهية، حتى أني شعرت بالأريحية أن أقول وأرفض وأقبل، وقبل ذلك مني وأصبحنا نحن أهل السنة. نعم، بعد 1400 سنة نذكر هذه المرأة ونقول سيدتنا هند بنت عتبة رضي الله عنها. البعض سمعوني أقول هذا الكلام فعتبوا، قالوا كيف تقول عن أكلة الأكباد هذه أكلت كبد جدك؟ أي جدي، ما هو جدك أنت؟ أيوه، لأن جدي الأعظم صلى الله عليه وسلم، والله ما أحب الذكر هذا الكلام وأرجو أن لا يكون مفاخرة، لكن هذا مقامه الآن، جدي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قبلها وعدها من الصحابة وأكابر أئمة آل البيت، ونحن آل البيت وأهل البيت أدرى بما فيه. عهدنا آباءنا وأجدادنا أنهم يترضون عن الصحابة، جميع الصحابة بلا استثناء، رضي الله عن سائر أصحاب رسول الله أجمعين. أنت ما تريد تترضى؟ لا تثريب عليك، لكن لا تسيء الأدب، قف عند حدك، ما استطعت ترضى هذا إليك وليس فريضة، لكن إلزم الأدب. ولا يأتيني شخص يريد يحدثني أنا عن محبة آل البيت. جاء أحد